بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. الذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرا. تلاوة قرآنية مباركة الذي يشرف فيها تلاوة قارئ جمهورية مصر العربية المقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ أيمن بسيوني القارئ والمقيم بسنجرج تابع مركز ومدينة منوف. يا جمال القرآن الكريم حدث عن جمال الله فيك، وكل ذو عينين لا تجعل مع الله شريكا فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله. واتقوا الله لعلكم تفلحون.
واتقوا النار التي أعدت للكافرين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول. وأطيعوا الله ورسول لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة الذين ينفقون في السراء والضراء
الكاظمين الغيظ والعافين للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله
الذنوب إلا الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى
ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين ويمحق الكافرين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا
ولقد كنتم تمنون الموت ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت قبله رسل وما محمد إلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات قتل انقلبتم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن فلن يضر الله ومن على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن
كتابا موجلا كتابا موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وما كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله نور على نور قرآن رب العالمين منزلا فيه الهدى والنور اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا يا رب العالمين وهكذا يا اخوة الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بيناتهم كتاب الله طلع على مسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية المقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الدكتور الشيخ ايمن بسيوني القارئ والمقيم بسنجر كتاب مركز ومدينة منوف